أهلا وسهلا بكم. إجتنا العديد من التساؤلات، مين أجيب الديزاين؟ الشغلة الثانية، شلون أرسم؟ شلون أخطط؟ ما أعرف أرسم. الشغلة الثالثة وهي المهمة، شلون نرسم منظر طبيعي أو ما يسمى لاندسكيب؟ شلون أرسمه وأنفذه على الزجاج؟ خليكم وياي ورح أراويكم خطوة بخطوة شنو نقدر نسوي. جينا لهذا المكان وعجبني هذا المنظر، مجرد أخذت له صورة بكاميرا التليفون وبعدين رحت طبعتها للصورة. الآن عندي الصورة جاهزة. راح نجيب قطعة الزجاج ونحطها على الصورة اللي طبعناها. لا خططتي ولا تعبتي، صورة وجاهزة جوا إيديك. راح أرسمها على الزجاج وياكم خطوة بخطوة، أتمنى أن تنال إعجابكم.